السلام عليكم وتحياتي جميع متابعي قناه عائده الغربه. اليوم في الفيديو هذا غادي نتكلم على بدايه المناقشه ديال المشروع الجديد 2023 اللي خاص بالتسويه الوضعيه بالنسبه للحراقه، ثم غادي نتكلم على بعض التعديلات اللي غادي تكون فيه. ايضا غادي نتكلموا على الفيزا السياحيه وشنو الجديد فيها فيما يخص العام الجاي ان شاء الله 2023. اذا على بركه الله ما نطولش عليكم، غادي نتكلموا على اول حاجه شنو هي هما الجديد اولا المناقشه اللي وقعت فيما يخص هذا الموضوع ديال القانون الجديد او المشروع الجديد ان شاء الله 2023. الوغ اول حاجه اللي تكلموا عليها في يعني نهار الاثنين هي الزياده في نسبه الطرد، يعني كيزيدوا انهم يحفزوا ان هذا المشروع الجديد اللي غادي يخرج يكون فيه نسبه ديال الطرد تكون اكثر، يعني بعض التعديلات، لانه الطرد كي تكلموا على الطرد غادي يكون طرد بالنسبه للناس اللي عندهم او كي تي اف، ولكن في المناقشه اللي وقعت نهار الاثنين كيعاودوا يزيدوا انهم بغاو يكونوا تكون نسبة الطرد اكثر في داكشي اللي كان عندهم في البروغرام الجديد اللي غادي يدخل اولا القانون الجديد اللي غادي يكون في العام الجاي. كيطالبوا انه يتزاد نسبة الطرد، يعني اللي شديناه ما نتراحموش معاه نردوه، اللي دار شي اخطاء ولا شي حاجه عطيوه الطرد. الوغ كيوصيو انه الطرد يتزاد، هذه رقم واحد. ثم النقطه الثانيه بالنسبه للناس اللي غادي يدفعوا اللجوء، هذه نقطه مزيانه، كيقولوا الناس اللي يدفعوا اللجوء وكياخذوا داك لو ريسبيسي الاول اللي فيه 6 شهور كيقول لهم انهم في هذيك 6 شهور يسمحوا لهم بالخدمه، يعني يدير لهم اوتوريزاسيون دو ترافاي، لحقاش ما كتكونش عندهم نورمالمون الخدمه ديال عندهمش الحق عفوا ما عندهمش الحق انهم يخدموا. دونك دابا غادي يولي عندهم نورمالمون في القانون الجديد غادي يولي عندهم الحق في الخدمه. ثم بعد يعني التعديلات اللي طلبوا بها في هذا القانون الجديد فيما يخص الطعن، يعني الغوكور، الناس اللي كيديروا الطعن ملي كيعطوكم او كي تي اف عندك الحق دير الطعن الاول الطعن الثاني الثالث الرابع الخامس، المهم شحال ما بغيتي دير الطعن. هنا في القانون اللي خرج دابا ما تكلموش على الطعن، يعني ما كانش الغوكور كيتكلموا عليه. باغ كونتخ ملي داروا المناقشه نهار الاثنين نورمالمون تذكر الطعن وبغاو يقللوا منه بالضبط، بغاو يردوا فقط غادي يولي عندنا الحق اننا نديروا اربعه ديال الطعن او اربعه ديال الغوكور. الا في الرابع ما بقاش عندك سي بون غدير الاول دير الثاني الثالث كاع الرابع ماكسيموم وصلت عندي، الوغ ما بقاش عندي الحق ندير الخامس، يعني واخا نبغي نمشي ندير الخامس ما غاديش يتقبل لي اوتوماتيكمون. دونك سي ما بقاش في القانون الجديد اولا، يعني شنو كيطرحوا يعني في التعديلات اللي غادي يكونوا فيما يخص القانون الجديد اللي مازال ما طبقش. الوغ بطاقه الثمه بالنسبه للناس اللي عندهم بطاقه اقامه مؤقته، يعني هنا الناس الحراقه. الوغ هنا كاين هنا نقطه ايجابيه كيطالبوا بها بعض الجمعيات او بعض الناس اللي ما حقوقيين هنايا فرنسا، كيطالبوا ان ديك البطاقه الاقامه اللي غادي تكون مؤقته فهي غير كافيه، وممكن بزاف ديال الحراقه ما غاديش يقدروا يستافدوا منها نظرا لديك الخدمه مثلا اللي مطلوبين. يعني كيقول لكم الحراقه كاين بعض لي دومين صعيب باش انك تلقى فيهم خدمه، واخا فيهم الخصائص بيبقى صعيب، المهم كتكون روينه. يعني قالوا لهم خليو الحراك فين ما كان كيخدم ديجا او لا فين ما قدر يلقى خدمه ما تعطيوش، يعني ما تقولوش غير هاد الخدامي هادو فين خصك تلقى خدمه، يعني اللي فيهم خصائص خليو ربما يلقى خدمه واحده اخرى ربما يلقى، المهم يعني تساهلوا مع الناس هادو باش يقدروا يحصلوا على بطاقه الاقامه المؤقته. ثم يتم التعديل ايضا حتى في المده، لان المده حاليا اللي كاينه هي عام، غادي يعطيوك عام خصك يعني تبقى غادي هكذاك عام 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 عام، ما كاينش 10 سنين ولا ما كاينش 5 سنين، ما قالوا حتى حاجه، يعني ما عمرك ما غادي تحصل على الوراق ديالك، الوغ غتبقى دائما ديك دي كونترا، الوغ كتسوي الوضعيه ديالك هنا في فرنسا. دونك في هذا القانون الجديد الناس اللي غادي ياخذوا الوراق في القانون الجديد غناخذي غير عام ثم عام ثم عام، نهار توقف الخدمه او النهار ما بقاش عندك الخدمه مباشرة غادي نصبح هذيك الساعة حراق، يعني ما بقاش عندي الوراق ما غاديش نقدر نحصل على الوراق. هنا يعني تيطالبوا انه يكون تعديل فيما يخص هذا القانون هذا، ولا هذه النقطة هذه يردوها زعما ممكن انكم بعد 5 سنين او لا نقولوا حنا 10 سنين مثلا كاع ماكسيموم تحصلوا على الوراق، يعني حراق يولي عنده الوراق ديالو اوفيسيلمون، يعني يولي ديالو واخا ما يخدمش واخا كذا وكذا غادي يكون عنده الحق ديك الساعة في الإقامة عادي بحال أيتها الناس. هنا فيما يخص بعض التعديلات اللي طالبوا بها نهار الاثنين المناقشه اللي كانت فيما يخص هذا المشروع الجديد ديال 2023. الوغ اما بالنسبه للقضيه ديال الفيزا شنو غادي يكون فيها الفيزا السياحيه في شنو غادي يقدر يكون في 2023، الوغ ماكرون كيزيد يطالب او كيزيد يعيد ان النسبه ديال الرفض تبقى مرتفعه، يعني 50% او لا اكثر، وقال انه كاينه نتائج مزيانه الوغ غنخليو نسبه ديال الرفض.
الجديد فيما يخص هذا الموضوع هذا اليوم هو حتى الجزائريين ايضا غادي ترجع لهم 5% للاسف الشديد. دونك نورمالمون كانت فقط على المغاربه، وكانت في الاول كانت على المغاربه والجزائريين والتونسيين، واحد الوقيته ولات فقط على المغاربه والجزائريين، وهذه تقريبا في الاول ديال العام تقريبا ما بقاتش على الجزائريين وما بقاتش على التوانسه ولات فقط على المغاربه. اليوم للاسف الشديد جميع الجزائريين غادي ترجع لهم 50%، بما انه هناك تظاهر ما بين يعني العلاقه ما بين يعني ما بين فرنسا والجزائر اللي غنتكلم عليها في الفيديو الجاي. المهم الجزائريين غادي يعرفوا شنو وقع بالضبط، دابا انا غنتكلم عليها ماشي دابا الموضوع ديالي. المهم حتى يعني ماكرون كيوصي بالنسبه للجزائريين والمغاربه تكون النسبه ديال رفض الفيزا 50% او اكثر من 50%، ثم كي يعني ثم ايضا غادي يكون بعض التسهيلات فيما يخص يعني الناس ديال الفيزا لواحد الفئات اللي هما لي ستوديون يعني الطلبه اللي غادي يجيو يقراو، ثم الناس اللي عندهم فيزا كوميرسيون يعني اوتومبرونور الناس كيجيو يخدموا، ثم الناس اللي عندهم فيزا سياسيه يعني الناس ديال السياسه. المهم راكم عارفين الناس ديال السياسه هادو كيقولوا لهم عطيهم فيزا تو سامبلومون بكل سهوله، والناس ديال الفن يعني بحال اللي خطر الا بقيتوا عاقلين كانوا الرابور المغربي كانوا ما عطاوش الفيزا، لو رابور مسيو توتو ما عطاوش الفيزا، دونك دابا كيقولوا ان بالنسبه للفنانين عطاوهم الفيزا ما كاين حتى شي مشكل. هنا هاد الفئات غادي يكون معاهم شويه ديال يعني غادي يكون شويه معاهم ديال التسجيل، اما الشيء الاخر للاسف الشديد الناس اللي غادي يدفعوا الفيزا اللي هي سياحيه يعني باش نجي نتسارى ولا نحوس كما كنقولوا بالجزائريه، الوغ للاسف الشديد ما غاديش يكون عندهم الحق انهم او لا غادي تكون عندهم النسبه ديال الرفض غادي تكون مرتفعه في العام الجاي 2023 للاسف الشديد. الوغ هنا تقريبا تكلمت على بزاف ديال النقاط اللي ممكن غادي تكون في العام الجاي ان شاء الله فيما يخص المشكل ديال المغرب باردون فرنسا والجزائر وبعض التداعيات على المغرب، هادشي غنتكلم عليه في الفيديو الجاي. كان شي سؤال تقدروا تخليوه في التعليق، ما تنساوش انكم تخليو دجاج ونضربوا موعد الفيديو القادم. دمتم في رعاية الله.